الليلة في حديث القاهرة الصورة من كل الزوايا. الطن بكام؟ بين المصنع والمقاول، هل استمرار فرض رسوم إغراق على الحديد من مصلحة المواطن؟ بعد توصية ثلاث لجان متخصصة بترميمه المسكوت عنه في قرار شطب قصر ميخائيل لوقا من الآثار. وفي بورصة الكلام حقيقة انتشار فيروس أكثر من كورونا، وموسيماني وعيد ميلاد الملكة تشارلز، وأهم ما يشغل المصريين والعالم على السوشيال ميديا. بعد الإشادات أين المقترحات؟ تصورات الخبراء للحفاظ على المقابر التاريخية ومحتوياتها وإنشاء مقبرة الخالدين. حديث القاهرة مستمر. أهلا بكم في حديث القاهرة. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من برنامجكم حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، حلقة الأحد 18 يونيو 2023. كل عام وحضراتكم بخير. بكرة أول أيام ذو الحجة، يعني وقفة عرفات هتكون يوم الثلاث 27 يونيو. الأربع هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم بخير وسعادة، ويجي علينا العيد وإحنا مبسوطين ولاقيين اللحمة، وتكون اللحمة مش غالية، وتكونوا قبضتوا من 25 كل الشركات وكل المؤسسات تقبض الناس قبل العيد علشان يعرفوا يفرحوا ويعيدوا، ونحن في حاجة إلى الفرح. في ثلاث دول بس أعلنوا عن تعذر رؤية الهلال، وهم ماليزيا وأندونيسيا وبروناي. أما نحن في المنطقة العربية فجميعا ستكون الوقفة يوم 27، العيد يوم 28 الموافق الأربع بإذن الله. لدينا اليوم العديد من القصص الهامة، سنحاول أن نركز على الأهم في حديث القاهرة. وأذكركم بصفحتنا، صفحة حديث القاهرة على فيسبوك، ابعتوا لنا كلمونا قولوا لنا أفكاركم، وإحنا بنهتم بكل رسالة. هيا بنا إلى قصص حديث القاهرة. أهلا وسهلا بحضراتكم. لما حد بيسأل بتوع التمويل العقاري والتطوير العقاري يقول لهم يا ليه البيوت غليت كده، يقول لك انت عارف طن الحديد بقى بكام؟ ده كان ب 12 بقى بحاجة واربعين ألف جنيه. وصل طن الحديد ل 42 و 43 ألف. ليه؟ أهل الاقتصاد ممكن يجاوبونا، بس تعالوا نشوفوا المسألة ايه صراحة بالظبط. ليه الحديد عندنا غالي في حين ان الحديد في الدول العربية وفي الخليج ارخص من مصر بما يزيد عن 10,000 جنيه بالسعر المصري؟ لو جبت الحديد من تركيا من بعض البلاد اللي برا يطرح في مصر ارخص من الحديد المصري. ما السبب؟ القصة سنة 2017، المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة في هذا التوقيت فرض رسوم إغراق على استيراد حديد التسليح لمدة 5 سنوات على الحديد المستورد من الصين وأوكرانيا وتركيا، الثلاث دول دول تحديدا. ليه؟ عشان يحافظ على الصناعة المحلية. جت بعده الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة، أصدرت قرار بمد فرض رسوم الإغراق 12 شهر تنتهي بنهاية شهر يونيو اللي احنا فيه. وهنا بدأ الجدل الكبير بين غرفة الصناعات المعدنية وصناع حديد التسليح اللي بيطالبوا باستمرار فرض رسوم الإغراق، يعني ما نعرفش نجيب لا من أوكرانيا ولا من الصين ولا من تركيا، والمطورين العقاريين اللي شايفين إن إلغاء هذه الرسوم هيساهم في انخفاض أسعار الحديد بنسبة 25%، وده هيساهم في خفض تكلفة البناء بشكل عام. وانت عاش السوق العقاري شوية او اللي بيبني بيت يعرف يبني. خلينا نفهم من ضيوف الاعزاء هي ايه المشكلة في منع الاغراق ولا الاغراق. معايا هيكون معايا الاستاذ ايمن عشري وكيل لجنة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
اهلا وسهلا استاذ ايمن. طيب معاكم. لان البعض يرى ان في مبالغه في سعر الحديد وان الاسعار دي غاليه جدا، مع انك لو سمعت بتوع شركات الحديد هيقولك احنا بنخسر، احنا ما بنكسبش والتكلفه عاليه جدا. ايه اللي بيغلي اسعار الحديد المصري؟ انا مش عارف. نشوف الاستاذ ايمن العشر. استاذ ايمن مساء الخير. استاذ ايمن. الو. ايوه مساء الخير يا استاذ ايمن. الو. انا سامع حضرتك، حضرتك سامعني؟ طب واضح ان الاستاذ ايمن مش سامعني يا جماعه، يا ريت نحاول الاتصال بيه تاني. الحديد غالي ليه؟ وليه لما بنجيبه من بره ارخص؟ الدول اللي بره بتدعم الشركات اللي بتنتج حديد لدرجه انه يبقى فائض عندهم ويقدر يصدرلي ويوصل هنا ويبقى اقل من السعر الرسمي للحديد اللي بتصنع في مصر بكتير. ده شيء مش مفهوم. هل يا ترى في قيود وضرائب وجمارك بتثقل كاهل صناع الحديد في مصر؟ ماذا يمكن ان تفعل الدوله للمساهمه بحيث انها تخفف عن الناس شويه؟ لان بلا منطق ان الحديد يضرب لما كان الدولار ب 22 جنيه كان الحديد ب 12,000 وشويه. احنا وصلنا عدينا ال 30 في سعر الدولار، بس النسبه ما تعملش الفرق ده كله بحيث توصل لثلاث اضعاف واربع اضعاف. معانا الاستاذ ايمن عشري. استاذ ايمن اهلا وسهلا. الو. ايوه استاذ ايمن مساء الخير. استاذ ايمن. لا واضح ان الاستاذ ايمن في مشكله في التليفون، لا عندنا لا عنده. جربوا ونشوف، واذا كان في مشكله والحديد معصلك معانا نسيحه شويه ونشوف لحاجه تانية ونرجع له تاني على ما تظبط التليفونات. يلا يا جماعه. قصر ميخائيل لوقا في اسيوط هو شيء غامض جدا ومش مفهوم. هذا القصر اصبح مش حديث اسيوط، حديث القاهره كلها. ليه؟ وان لم يكن حديث سنجعله حديث. القصر ده بيرجع لواحد من اعيان اسيوط، تم بناؤه سنه 1914. في سنه 20 اللجنه الدائمه بالمجلس الاعلى للاثار رفعت تقرير فني بيتكلم عن شطب القصر ده كاثر وهدمه. زي ما احنا شايفين على الشاشه ده القصر اهو. شايفين؟ كده عايز التقرير يا جماعه، نزلوا لي التقرير. التقرير الصادر عن مجلس الاعلى للاثار بيأكد ان كل اللجان اللي راحت بتقول ان القصر اثري ويتم ترميمه. تم تشكيل العديد من اللجان والتي انتهت جميعها الى ضروره ترميم العقار ترميما معماريا ودرء الخطوره على نفقه الجهه المالكه وتقارير هندسيه واحكام. 100 100، برافو. شيء كويس ان احنا نحافظ على اثر. الناس بتدور على اثار وده في اسيوط. لكن الصحفي زميلنا المتخصص في الثقافه والاثار شهاب طارق حقق في الملف بنفسه في جريده اخبار الادب وعرف تفاصيل اكتر. ليه فجاه المجلس الاعلى للاثار بعد ما طلع تقريبا ثلاث تقارير تقول ان المبنى ده يترمم وما يتهدش ثم فجأة يطلع قرار بهدمه عشان تطلع مكانه عمارة؟ ازاي والمجلس الأعلى والدكتور مصطفى الوزيري وهو شخصية محترمة جدا حريصين على الأثار المصري؟ تعالوا نشوف من زميلنا هو ايه الحكاية بالظبط. اهلا وسهلا استاذ شهاب. اهلا بحضرتك استاذ. احييك على التحقيق اللي انت عملته، ويسعدنا ان احنا نعرف الكواليس جوه القرار اللي صدر بهدم هذا المبنى الاثري. الله يخليك يا استاذ تاهر، شكرا على الاستضافه الجميله. يشرفنا. الله يخليك. القصر ميخائيل لوقا الزق هو انا بدات اشتغل عن الموضوع التحقيق ده من سنه 2021 لما وصلت الورق اللي وزاره الاثار في مصر بدات اجراءات شطب القصر ده.
طبعا ابتديت اطلع على اللجان الاثريه، التقارير اللي مطلعينهم 3 تقارير رسميه من وزاره الاثار هندسيه، تقارير هندسيه رفضت شطب الاثر وقالت اللي هو يمكن ترميمه، واللي هو لازم اللي هو حصل فيه تعديات خلال السنين اللي فاتت بس المفروض يترمم، واللي هو قصر فريد. هو قصر فريد فعلا وشكله نادر. التليفون قطع، هنرجع له تاني لزميلنا الاستاذ شهاب. هذا القصر الفخيم، شايفين الشغل المعماري اللي معمول فيه شكله عامل ازاي؟ ليه اتهد؟ ليه ما يبقاش قطر؟ ده عدى عليه 100 سنه. ليه ما يبقاش قطر في اسيوط ويتزار ويتكتب تاريخه؟ استاذ شهاب اتفضل. معلش قطر. لا معلش. الوزاره طلعت تقارير رسميه لجان اثريه قالت ان القصر لا يشطب وان هو بيحتفظ بقيمته المعماريه والاثريه، واللجان رفضت الشطب. لكن الوزاره كان لها راي ثاني في النهايه. قرار اللجنه الدائمه قالت يتشطب بناء على تقرير من الجهه المالكه للقصر. الجهه المالكه جابت لجنه هندسيه، اللجنه الهندسيه دي طبعا كانت لصالحها، قالت ان القصر لازم يتهد بشكل كامل. الوزاره تجاهلت التقارير الرسميه في الحاله دي وخدت بتقرير هندسه اسيوط اللي هي اللي هو مين الجهه المالكة؟ مين الجهه المالكه يا استاذ شهاب؟ لا مش ما عنديش علم الجهه المالكه مين، بس هو كأي اثر يعني ممكن يكون ليه صاحب او كده، مش شرط يكون ممكن يكون اتباع. بالظبط، وممكن يكون اتباع. فطبعا القصر ده يعني للساده المشاهدين، القصر ده بيقع في اسيوط في اغلى حته في اسيوط، وزاره الاثار للاسف خلال السنوات اللي فاتت لجأت اللي هي تشطب العديد من المباني الاثريه كلها في مناطق ممكن تتعدى المليارات الجنيهات، وطبعا في مصلحه كبيره من الهدم لانه طبعا هيطلع زي ما للملاك. طبعا الملاك هيستفيدوا طبعا، يعني ده في وسط البلد في اسيوط زي وسط البلد في القاهره، اماكن بعينها بتكون متر الارض فيها بملايين. حاليا الوزاره شطبته بقرار مجلس اداره، والقرار واقف على النشر في الوقائع الرسميه، وطبعا بعديها ممكن اي حد يهده بقى يعني خلاص. لما تواصلت، هل تواصلت مع الدكتور مصطفى وزيري او حد من المجلس الاعلى للأثار؟ طبعا انا خلال السنين اللي فاتت تواصلت معاهم. هم كان ليهم مبرراتهم، كانوا دايما بيقولوا ان احنا مش معانا فلوس للترميم، ان احنا الحاجات هم قايلين الترميم على حساب المالك، حتى القرار طالع كده. ما هو القانون بيقول لهم ده بيلزمه، بيلزم المالك اللي هو يرمي، بس هل ده بيحصل على ارض الواقع؟ ما بيحصلش. الاثار بتساعد الناس اللي هي تهد الاثار او تخرف في الاثار وبعد كده نيجي نشطبها. وزاره الاثار ما معهاش فلوس، او هيئه الاثار يعني انا لو في حاله زي دي هنزع الملكيه وارممه. بالظبط. وغير كده هل كل واحد عنده اثر مبنى اثري خرف في الاثر نروح احنا نشطبه له ونساعد الناس اللي احنا نشطب؟ ده احنا بنطالب بتسجيل الاثار. ازاي الوزاره تتبنى شطب الاثار؟ دي حادثه ما تمتش في خلال 70 سنه فاتت، من 2017 الوزاره بدات عمليات شطب الاثار، ودي حادثه لم تحدث في تاريخ وزاره الاثار، اللي هي المفروض الوزاره هي المفروض امينه على الاثار لجات لشطب الاثار. فدي حادثه يعني انا بطالب بالتراجع عن هذه القرارات لان دي قرارات خطيره. احنا بنضعها امام السيد رئيس الوزراء على مائدته. انا بشكرك جدا استاذ شهاب طارق زميلي العزيز على هذا الملف المهم. احنا تواصلنا مع الدكتور مصطفى وزيري لكن للاسف هو قال انه مشغول جدا مش هيقدر يدخل معنا تليفونيا او يرد على هذا السؤال. نتمنى وننتظر منه اجابه على هذا السؤال، ونناشد السيد رئيس الوزراء الحفاظ على التراث، الحفاظ على الاشكال المعماريه اللي ما عدناش بنعملها، بدلا من العشوائيات اللي بتتبني جديده خلوا عندنا حاجه حلوه، فيها حاجه حلوه خلوها موجوده. طيب نرجع تاني للحديد، الاستاذ ايمن عشري. استاذ ايمن مساء الخير. استاذ ايمن، لا ده انتوا مصرين بقى. لا في مشكلة في التليفون. طب ما معناش حد تاني؟ طيب القضية احنا قضية الحديد علشان تبقى واضحة، في رأيين. رأي بيقول لك لا، لو عملت إغراق هتخسر شركات الحديد ودي شركات وطنية يجب الحفاظ عليها،
وفي وجهة النظر التانية بتقول لا يا جماعة انتوا تسمحوا بدخول الحديد علشان تجبروا التجار اللي بيرفعوا الأسعار انهم ينزلوا في أسعاره. معانا الأستاذ محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك أستاذ محمد. لماذا تطالبوا بإلغاء بالسماح بدخول الحديد الأوكراني أو التركي أو الصيني وإلغاء قرار عدم الإغراق؟ أولا يا فندم عشان الموضوع المشاهد بس يبقى فاهم إحنا بنتكلم في إيه. أيوه. الموضوع أكبر من إن إحنا نستثير الناس والقصة الأديبة التجار الجشعين وكل حاجة ناخدها في كلمتين كده والناس بتبقى فرحانة بالكلمتين دول. مصر بتنتج عندها طاقة إنتاجية 14 مليون طن. أيوه. مصر حضرتك حصل في الفترة اللي فاتت تغيرات كبير جدا فيها في نظم الاستهلاك. كان دايما الأفراد هم اللي بيستهلكوا الحديد بنسبة 70%. نعم. وبقية المقاولين والمطورين 30%. النسبة دي تعجزت دلوقتي، بقى دلوقتي 70% المطورين والمقاولين. والقاعدة اللي بتعتمد عليها المصانع في توزيع الحديد هم موزعين الحديد. أيوه. المشكلة فينا يا فندم، المشكلة ان احنا عندنا شركات في الحديد، شركات رائدة وشركات قوية وبتنتج انتاج. احنا مصر بتنتج دلوقتي بالمناسبة من ال 14 مليون طن الطاقة الانتاجية دي بتنتج 7 مليون طن. الاستهلاك الفعلي عندنا في حدود 6.5 ل 7. ده اللي بنستورده، ده اللي بننتجه في مصر. ايوه. ما بنستوردش حديد. طيب الناس دي بتشتغل حديد ازاي حضرتك؟ في مسؤولية مشتركة يعني مجتمعية ما بيننا كلنا، في ان احنا في مشكلة كبيرة في الدولار، أظن لا أحد ينكرها. تمام. المشكلة اللي بيننا دي إن لازم رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة إن شركات الحديد لازم تصدر. لازم يصدر عشان يوفر دولار، عشان يعرف يوفر حديد لمصر لجوانا. طب هيصدر إزاي إذا كان تكلفته عالية وأعلى من اللي بنستورده حتى؟ لا حضرتك بيصدروا وبيجيبوا وفي شركات رائدة عملت. احنا الاول عايزين نشوف الفرق بيروح فين يا فندم. يعني المصنع بيبيع ب 32.150، ماشي يا فندم؟ ايوه. التاجر بيبيع ب 40.41، الفرق ده فين؟ مين اللي بياخده؟ التاجر لتجار التجزئه وهكذا. هذا بقى التشكيل لازم ينفض. في شركه رائده ابتدت تعمل من شهر مارس اللي فات، بقى لها 3 4 اشهر حصل تعاون بين اكبر منتج للحديد في مصر وبين اتحاد المقاولين، فان احنا شركات المقاولات ابتدت ترتب ان ما بيصرفش الحديد غير لعقود المقاوله. المقاول او شركه المقاولات بتتقدم بالعقود اللي عندها للاداره في المصنع، والمصنع بينتج الحديد من عنده على المصنع. بنضمن عدم التلاعب وبنضمن ان الصناعه المتكامله نثبت السعر في السوق وان الاسواق ما تهتزش اكتر ما هي كده. عايزين نعالجها ازاي حضرتك؟ نعالجها ازاي؟ بالاصول، لان حضرتك الكلام اللي بيدغدغ مشاعر الناس مش هيخلص. احنا حضرتك في ازمه، تفتح استيراد هتجيب منين دولار تستورد بيه؟ ما هي نفس القصه. انت ضد الاستيراد يعني؟ ما عندنا شركات عقارات يا فندم. عندنا طب ثواني بس، ما احنا مش بناخد وندي. عندنا شركات عقاريه عربيه كبيره تقدر تستورد وتدفع بالدولار وتجيب. يا فندم افتح له، لو هو يقدر يستورد ويجيب الدولار افتحه. ايوه. مشكله خالص. ايوه. طيب الفرق كام حضرتك بينه وبين اللي يستورده؟ فرق الفرق حضرتك المرعب لو هو دخل على سعر المصنع. ايوه. يعني لو انا دخلت على ال 32 قدرت اوصلها له، هو مش محتاج طبعا الفرق. لان هما الفرق ال 10 9 ل 10,000 الفرق. انت بتتكلم في 10,000 جنيه في الطن، ده رقم خزعبلات. ايوه. يعني رقم بيتم التلاعب فيه. انا احكم الحلقه في ان المطور العقاري لما يجي لي بالعقود بتاعته اوفر له، ما يبقاش مصنع واحد، لان أيوة. مصنع واحد مش هيقدر يغطي السوق طبعا. لازم يبقى طبعًا. جميع المصانع. وانا ليه بقول لحضرتك ان المقاولين دلوقتي بيستوردوا بياخدوا 70% والمواطنين 30؟ لان شبكه الموزعين اللي موجوده هي اللي بتتحكم في السوق. معايا حضرتك ولا مش معايا يا فندم؟ معاك. بالتواصل يعني انت مع استمرار رسوم الاغلاق؟ يعني انت شايف ان يتجدد هذا القرار؟ لا يا فندم حضرتك، انا مش ضد رسوم، مش ضد رفع رسوم الاغلاق، ولكن التوقيت وما تمر به الصناعه المصريه في سيراميك، في ادوات صحيه، في سباكه، في خشب، في كل الخامات اللي احنا بنشتغل فيها، في كهرباء. ما انا لو فتحت كل ده حضرتك اعتقد ان طيب وازاي تتحل الدايره دي؟ يعني ازاي
الحديد من المنتج الى المستهلك مباشره، من المصنع الى المستهلك. ده الكلام اللي يخلص يا فندم. ازاي حضرتك في مسؤوليه مشتركه ومجتمعيه؟ انا حضرتك كمصنع كنت محتاج الموزع ده في فتره ما انا بوزع الافراد في الارياف، واللي بيبني واللي بيبني بيت، اعتقد النسبه دي قلت جدا دلوقتي، فانت محتاج المقاولين. نعم. كل مصنع لو تعامل مع عدد من شركات المقاولات بالتوحيد ما بين المصانع او او بالتنسيق مع اتحاد المقاولين، ونقدر نوفر لهم الداتا على الحديد يخرج على المشروع القومي زي ما رائد الحديد اللي انا حضرتك بيعمل دلوقتي بيخرج من عنده على المصنع على المشروع، اعتقد الدنيا ممكن تظبط وتظبط كويس جدا. انما طيب. احنا هنفضل دلوقتي حضرتك نقول سيراميك وبورسلين، طب ما انت بره اكتر يعني حضرتك السيراميك والبورسلين يعني حضرتك النسب الموجوده نسب لا تتخيل حضرتك. لو قلنا مثلا بي في سي نفس القصه، لو قلنا نعم. اسلاك الكهرباء نفس القصه، هتنطبق على كل شيء. طيب يعني ده اقتراح كويس قوي يجب ان تتم مناقشته مع المصانع. انا بشكرك جدا استاذ محمد عبد الرؤوف على هذا التوضيح. جاءنا الآن من الدكتور مصطفى الوزيري ردا على أسباب شطب العقار رقم 27 شارع الجمهورية أسيوط، قال فيه: أن العقار ملك مترانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط، تم تسجيل العقار في عداد الآثار بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1226 لسنة 98، وذلك بالرغم من صدور قرار بالهدم والإزالة للعقار في عام 93. انتهى النزاع القضائي بموجب حكم نهائي، وذلك قبل تسجيل العقار بعامين، بحيث صدر حكم مستأنف نهائي في سنة 96 واجب النفاذ بإزالة العقار. أفادت التقارير الهندسية المعدة بمعرفة المكتب الاستشاري التابع لكلية الهندسة جامعة أسيوط بأن مباني العقار غير آمنة وتمثل خطورة على مستخدميها والمارة بالشوارع المحيطة بالمباني، كما أفادت بإزالة جميع المباني حتى سطح الأرض لعدم إمكانية الترميم ووجود خطر داهم من بقائها على مستخدميه والممتلكات والأرواح المارة بالشوارع المحيطة، ولا يمكن درء الخطورة من المباني. صدرت قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والمنعقدة بجلستيهما الأولى بتاريخ 11/4 سنة 21 والثانية بتاريخ 14/6/22 بالموافقة على شطب الأثر الهندسية للعقار رقم 27 شارع كذا، واستكمال إجراءات الشطب بناء على تقارير المكتب الاستشاري التابع لكلية الهندسة جامعة أسيوط. صدر قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار والمنعقد بجلسة تاريخ 27/12/22 بالموافقة على استكمال إجراءات شطب العقار. هذا التقرير يا جماعة اللي جابته في كلية الهندسة جامعة أسيوط لهم كل الاحترام ولا نشكك فيهم، بس أنا عندي في المقابل ثلاث لجان متخصصين في الآثار قالوا انه يترمم وما يتهددش. هل الطبيعي ان انا طنش التلاتة بتوعي واخد الاخير ده؟ الجهة المالكة راحت جابت لجنة اخد بتقرير اللجنة، ما هي لازم تقول ده وهو قاعد كده هيسمم الناس. انا ماليش دعوة القصر بتاع مين، وانا متأكد ان الكنيسة الارثوذكسية في مصر حريصة على التراث زينا بالظبط، ما هو مصري. إذا كان عندي ثلاث تقارير بتقول لي إن الأثر ده يمكن ترميمه ما يتهدش، وتقرير واحد تبع الجهة المالكة بيقول لي يتهد، أنا مش فاهم. ولكن حكم محكمة وهيئة الآثار والمجلس الأعلى للآثار بينفذ، خلاص أنا ماليش دعوة. ما تخلونا نطلع فاصل يا جماعة ونرجع نكمل تاني باقي القصص. عندنا قصة مثيرة أخرى من جامعة القاهرة تستحق التوقف كثيرا، هقف قدامها بعد الفاصل.